ينضم معنا من الخرطوم أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة للحديث حول اتفاق جوبا الموقع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في السودان. سيد عبد العزيز، بداية أهلا بك. بحضور عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقع اتفاق السلام مع الجبهة الثورية السودانية في مدينة جوبا. بداية، كيف تقرأ توقيت الاتفاق ومدى أهميته؟ هذا الاتفاق هو مهم من ناحية أنه يحقق الاستقرار في السودان ويكمل عملية الاستقرار السياسي في السودان التي بدأت مع بلوغ ثورة ديسمبر بدأها بإسقاط نظام الرئيس البشير. وبالتأكيد هذا الاتفاق من شأنه أن يؤسس لواقع سياسي جديد في السودان يتجه به وينزع به من الحروب نحو السلام والبناء والتعمير. صحيح هذا الاتفاق هو اتفاق غير شامل لأن هنالك حركات أخرى لم توقع على هذا الاتفاق وهي ذات تأثير كبير مثل حركة تحرير السودان جناح الحلو وحركة تحرير السودان الحركة الشعبية شمال جناح الحلو وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، ولكن بعد ذلك هو يحفز هذه الحركات للمضي قدما نحو التوقيع. سيد أشرف، مع توقيعه بالأحرف الأولى، على أي أساس ستكون مشاركة الحركات المسلحة في الحكم والمرحلة الانتقالية؟ ايوه، هنالك اتفاق خاص بالثروة والسلطة، وهنالك اتفاق خاص بالدمج هذه قوات هذه الحركات في القوات المسلحة ليصبح الجيش السوداني جيشا وطنيا واحدا، وستشارك هذه الحركات في السلطة بخمس وزارات، كما ستشارك في بعض الولايات بأن يكون لها أولى للولايات كما في ولاية النيل الأزرق بالاتفاق مع الجبهة الثورية، وكذلك أيضا نائب والي في ولاية جنوب كردفان وغيرها من المناصب المختلفة، بمعنى أنها ستشارك في الحكم الذي حتى مدد الفترة الانتقالية بالنسبة له على أن تبدأ منذ التوقيع على الاتفاق النهائي. سيد أشرف، إلى أي مدى يعني تعتقد أن حكومة عبد الله حمدوك قادرة على إنجاز مهمتها في إحلال السلام في عموم السودان في ظل بقية الملفات العالقة كالفيدرالية كنظام للحكم؟ بالتأكيد يعني هي قضية السلام قضية معقدة في السودان، خاصة وأن السلام الطريقة التي تتم بها عمليات التفاوض في السابق هي كانت طريقة تقوم على التجزئة، وكان يوقع على الحركات بشكل منفرد مقابل المحصصات على السلطة، ولكن الآن واجهت الحكومة أيضا ذات الإشكالات المتعلقة بأنها فاوضت هذه الحركات عبر مسارات متعددة، وهذا لا يعني أن السلام سيكون شاملا، فهذا يحتاج إلى مزيد من الجهد لإلحاق بقية الحركات التي لم توقع على السلام. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أيضا هنالك تحدي التمويل، يعني بالتأكيد هذا السلام يحتاج إلى تمويل فيما يتعلق ب على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة. عموما شكرا جزيلا لك سيد أشرف عبد العزيز.